وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولي الإحسان. أنه عندنا الآن في جائزة الخرطوم الدولية شاب ربما ما جاء معي اليوم، ليته جاء معي، عمره الآن في ربما في العشرين من عمره. هذا الشاب أصله أيضا من الصومال ولكنه مولود في لندن في بريطانيا، ولم يرى غير أوروبا أبدا. يعني أمس يخبرنا يقول إن أول بلد من أفريقيا شافها هي السودان، جاء متسابقا. هذا الغلام رأيته أنا ربما كان في 2009 حين ذهبت إلى بريطانيا لزيارة، وأنا في مسجد من مساجدها إذ بشاب صغير في ذاك الوقت ربما كان عمره في 15 سنة وكذا، أجده في زاوية من زوايا المسجد يقرأ القرآن من غير مصحف. فلفت نبت انتباهي إلى هذا، استحثني للسؤال فأتيت به، قلت له تعال يا ولد أنت تقرأ من غير مصحف؟ أنت حافظ؟ قال نعم. قلت له أين تقرأ؟ فذكر لي موضعا لا أذكره الآن، فقلت خلاص أقرأ معك أو أستمع لك. فإذ به يقرأ ولا يخطئ كالفاتحة، القرآن عنده كالفاتحة. فين مولود؟ في لندن. لا إله إلا الله. يا ولد أين تعلمت القرآن؟ قال تعلمته في مركز تحفيظ في مسجد هنا في شمال لندن. طيب هل درست في الصومال؟ هل؟ قال ما رأيت أبدا منذ أن ولدت أنا. واللغة العربية ما عنده، واللغة المحلية الصومالية متتعتع فيها، لكن القرآن كالفاتحة. فقلت ما اسمك؟ قال جمال. أنا أخذت عنوانه وقلت له أنت مثلك لا يضيع، فلا بد أن تأتيني إلى قطر لتتعلم القراءات وتأخذ مني الإجازة. فكان يأتيني، بدأ وجاءني وقرأ عاصم وابن عامر ورجع وجاء السنة اللي بعدها قرأ أبو عمرو مش عارف إيه. المهم الآن كمل القراءات العشر علي وبقي له من حمزة، الآن أمس قرأ علي سورة الرعد وماشي في ختمتها. كل سنة يأتيني مرة أو مرتين بنفسه، يقطع تذكرة ويأتي، واتخذته مثل أولادي، يجلس في بيتي ويقرأ علي. حتى واشترك هذه السنة في المسابقة في جائزة الخرطوم. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه.